وينك تأخرت؟ هالسموحة يا ابو هالسموحة وينك تأخرت وشلتنا؟ طلق بنتي يا الصايع. ارفع علومك يا عم، انا ماني بصايع الا صايع ونص وراعي تعارات. انا احترم نفسك يا ابو اشواق، لا تقول كلام مولدي ما هو فيه الا فيه ونص. واذا ما انتم مصدقين تفضلوا شوفوا، تفضلوا شف. عجيب والله. اخ بس حسبي الله عليها الداشر، احمد ربك انك شفناه على حديقته. لا ضيقي صدرك. استهدي بالله، استهدي بالله يا بنتي يا اشواق، حرام تظلمون ولدي. يا اختي انت ما تستحين على وجهك، جاي تتعذرين له من زين فعايل ولدك. ان شاء الله ان شاء الله تعدي الليله على خير وبعدين نتفاهم. اي خير تتكلمين عنه؟ مجنونه انت، ولدك فضحنا، فشلتونا عند الناس، ما بقى احد ما يرسل لي. اقول انقلعي اطلعي برا انت وبنتك، برا لا اشوف وجهكم. يلا برا وجع. هذا ابوك. الو. طيب طيب يلا جايين. يلا يلا حبيبتي مشينا، شكل ابوك درى عن المصيبه اللي صارت. يلا ولدنا طلق بنتكم يا ابو اشواق قبل ما يتم الزواج، وكنا قبل مساجين القاعه وشايرين الذبايح وخسرانين. حنا بس ما نبي منكم الا تردون المهر. ما احنا مهر، المهر اعطيناه البنت وصرفته. وبعدين يا اخي اعتبر المهر اللي راح رد اعتبار لنا. الحلال رد اعتبار شو؟ 10,000 15,000 انما المهر كله ما يصير. نحن بمرجعين لكم ولا ريال. عجيب والله. والله خطتك نجحت يا بدر. أول تقول طفران ما تقدر على المهر، هذا المهر بين يدك. بكرة وأنا عند أبوك يا روحي. يلا قبل شوفنا أحد. باي باي. وأحلى زواج على حس السبك عامر.